السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبايبي هنعمل عيش باللحمة ان شاء الله مع بعض. بس صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. انا جبت هنا ايه يا حبايبي؟ جبت هنا نص كيلو دقيق، ماشي، حطيت عليه معلقة، حطيت عليه كيس خميرة فورية، وحطيت معلقة سكر، وحطيت معلقة كبيرة معلقتين زيت، وحطيت معلقه كبيره بمعلقه الاكل المعياريه ديت حبايب قلبي لبن بودره، ماشي، وهنعمل ميه، وحطيت معلقتين زيت زي ما قلت لكم، ماشي، وهنحط بقى بعد كده الميه، ماشي، بس الميه مدرفيه، انتوا عارفين الجو ساقع فالعجينه بتاخد وقت قبل ما تخمر، ماشي حبايبي. ما تنسونيش بدعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. خليكم معايا حبايبي، هعجنها ان شاء الله وهرجع لكم. بص حبايبي اهي العجينه بعد ما خلصتها، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. هسيبها بقى تخمر حبايبي، ما تخمر ان شاء الله، بعد ما تخمر باذن الله هبدا اعمل معاك الخلطه بتاعت اللحمه المفرومه والبصل والخضره، ماشي حبايبي. بس ما تنسوش حبايبي تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا مشاركه في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، وربنا يصلح حالنا وحالكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايبي اهي العجينه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بعد ما خمرت حبايب قلبي كده بقى ان شاء الله انا عملت الخلطه بتاعت الحشوه، عملت الحشوه خلاص، اللحمه المفرومه والبصله اهي حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله يا حبايبي هقطع بس العجينه على قد المقاس اللي انا عايزاه وهوريها لكم يا حبايبي. بس متنسونوش حبايبي الدعوه حلوه، وتذكروني الدعوه حلوه، وما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ماشي حبايبي. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. خليكم معايا يا حبايبي. اهي العجينه بعد ما خلصتها حبايب قلبي كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بنفرد كده يا حبايبي، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بتفردي كده حبايبي على بره، بس مش بالرقاقه قوي، ماشي كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا دهنا الصينيه زيت حبايبي، ودهنت كل واحده على وشها زيت، ماشي، عشان عبال ما اخلص ما تقشفش. بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب الحشوه كده، ده بيبقى احلى حبايب قلبي والله، وانضف من اللي انتوا من اللي احنا بنشتريه من بره، وانت ضامنه الحاجه وعارفه ان انت غاسله الخضره واصله البصل وعامله الخلطه تمام التمام. نسمي الله يا حبايبي كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ونقفل كده حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين، ماشي حبايبي. يا رب اكون اي حاجه بنزلها لكم تكون بتعجبكم، والفيديو يا حبايب قلبي ينول اعجابكم، وربنا يصلح حالنا وحالكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. بص حبايبي اهي كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، طبعا الرغيف مليان ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. انت حابه بقى ترشي على وشه سمسم، ماشي، عايزه تبخي بميه، ماشي، اللي يعجبك يا حبايب قلبي. بس انا بعمله كده، ما بحطلوش اي حاجه، هو كده حبايبي زي ما انتم شايفين. خليكم معايا ان شاء الله هرجع لكم تاني. بص حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله على العجينه زي ما انتم شايفين كده حبايبي، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. انا حبيت اوريه لكم هو في الفرن، ماشي، وما يطلع ان شاء الله حبايبي. تشرفوني والله وتتغطوا معايا، اهلا وسهلا بكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، استنوني حبايبي. بص حبايبي بسم الله ما شاء الله، اهو العيش باللحمه طلع حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بصوا طري ازاي يا حبايبي، بصوا شايفين طري ازاي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. يا ريتكم تتفضلوا معايا يا حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك وتعملوا لي تعليق حلو كده حبايبي وكومنت كويس. ربنا يصلح حالنا وحالكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.